بس جمهور الاهلي بيزداد وصوته بيعلى جدا في المدرجات، وده واصل للاعبين اللي بيواصلون تحقيق الانتصارات حاليا. بالكلام عن الاهلي وعن مارسيل كولر، فتعالوا نحكي لكم عن قصتين لتعاقدين محتملين. الاول هو عمر فرج اللاعب الفلسطيني اللي حاليا التفاوض معاه يبدو قريبا، تم التوصل لاتفاق تقريبا مع نادي بما فيه كمان فكرة نسبة إعادة البيع، لكن توقف الأمر خلال الأيام اللي فاتت. ليه؟ لأن كولر قال لإدارة الأهلي إنه لو ما حسمناش التلاتة اللي معروضين اللي هو إدى موافقة عليهم، فأنا ما عنديش مشكلة في عمر فرج. وبالتالي إدارة الأهلي وقفت المفاوضات علشان تعيد التفاوض مع الثلاث أسماء اللي وافق عليهم كولر، وإذا لم تنجح فاللاعب متاح وكولر موافق إذا اعتبر الخيار الأخير لاعب أيك السويدي الفلسطيني الجنسية، في لقطة شبيهة لوسام أبو علي اللي أظهر تألقا لافتا. أما جمال الشماخ فهو الظهير الأيسر لفريق حسنية أغادير، اللاعب يرفض النزول إلى تدريبات فريقه لكي تتم صفقة انتقاله كظهير أيسر إلى النادي الأهلي. واللاعب اللي لعب مع حسنية أجادير 124 مباراة، نجح في تسجيل 5 وصنع 11 هدفا، تبلغ قيمته التسويقية 450 ألف يورو ويبلغ من العمر 24 عاما. الشماخ طبعا نفتكر احنا كلنا اسم مروان الشماخ لاعب أرسنال السابق المغربي أيضا، هو لم يتعرض للإصابة إلا لمرة واحدة في موسم 2021 بسبب فيروس كورونا، ولم يتم رصد أي غياب بأي إصابة غير ذلك. مين مثلك الأعلى في المهاجمين في مصر أو بره مصر، جداد أو قدام يعني؟ بحب كابتن متعب جدا. آه بره مصر في كتير، علشان انا مش بلعب بس مهاجم بس، بتلعب من بلعب في ناحية المنطقة.